smallest number في column number 1 طبعا 0 the smallest number في column number B 0 the smallest number في column number C 0 the smallest number في column number D 0 وطبعا لما اعمل column reduction 0 من كل الكولم ده هينزل زي ما هو هنا minus 0 هينزل زي ما هو minus 0 هينزل زي ما هو minus 0 هينزل زي ما هو فتيبل نمبر 3 هيبقى هو هو تيبل نمبر 2 ده كربون لان انا عندي السمولست نمبر في كل كولم 0 فلو انا عملتهم كلهم minus 0 هينزلوا زي ما هم فحاليا ده كده يا شباب ده تيبل نمبر 3 خلي بالك ده كده تيبل نمبر 3 يعني بعد ما عملت الـ column reduction جميل طيب وبعدين step number 1 قلنا خلاص بشوف الـ problem balanced ولا مش balanced step number 2 بشوف الـ row reduction step number 3 column reduction step number 4 الـ optimality test بتشيك هل الـ number of lines equal the number of jobs أو employees ولا لأ بعرف الكلام ده منين بل أنا بحاول أعمل covering لكل الزيروز اللي عندي بالمينيمم نمبر اوف لاينز باقل عدد من الخطوط هبتدي اشوف الكلام ده منين هبتدي اشوف اكبر رو او كولم في زيروز فانا عندي هنا رو نمبر 1 1 0 هنا 1 0 هنا 1 0 هنا 4 زيروز هنا 4 زيروز في كولم نمبر 1 هنا 1 1 1 يبقى انا عندي رو دي في 4 كولم اي في 4 يبقى انا عامل الفور زيروز دول بهوريزونت بفيرتيكال لاين يا بعمل الفور زيروز دول بهوريزونتال لاين مش هتفرق ابتدي باي واحد فيهم فانا هعمل كفرنج لكل الزيروز دول ب وان لاين فيرتيكال لاين طيب وبعدين فين اكتر رو او كولم في زيروز بعد كده هنا عندي مفيش هنا مفيش هنا مفيش هنا في 3 زيروز هنا 1 1 1 يبقى انا عندي دي في 3 زيروز يبقى انا هعمل كفرنج ليهم ب وان لاين في زيروز تانية لسه فاضلة عندي؟ لا خلاص أنا كده عملت covering لكل الزيروز اللي عندي بالminimum number of lines عندي كام line يا شباب؟ عندي 1 2 2 lines وعندي كام job أو عندي كام worker؟ 4 يبقى 2 not equal to 4 يبقى أكيد not optimal طب if not optimal بنعمل إيه يا شباب؟ قلنا بنختار the smallest uncovered number بختار أصغر number مش مشطوب عليه طيب فين الـ smallest uncovered number عندي هنا يا شباب 5 طيب حد يقول لي دي ولا دي أي واحدة يا شباب محدش يقول لي دي ولا دي أي واحدة دي أو دي في الآخر هو number 5 طيب فأنا هختار circle على الـ 5 دي طيب وبعدين يا شباب قلنا بنقسم الـ table ده لـ 3 groups uncovered covered once covered twice أول حاجة الـ uncovered قلنا الـ uncovered نعمل فيهم إيه أي number uncovered هنقص منه الـ value اللي جوه الـ circle اللي هي كامل 5 أي number group number 2 بقى أي number covered once زي دول كده مالهم keep it as it is put it as it is هنزله زي ما هو طيب group number 3 اللي هو covered twice اللي هو زي مين زي الـ 0 ده مشطوب عليه مرتين ده ماله بقى ده هزود عليه الـ value اللي جوه الـ circle اللي هي الـ smallest value يبقى أعمل table جديد نسميه table 4 ده covered once هينزل زي ما هو ده uncovered هنقص منه 5 ده uncovered هنقص منه 5 ده uncovered هنقص منه 5 ده covered once هينزل زي ما هو ده uncovered minus 5 ب 0 ده minus 5 ب 4 ده minus 5 ب 6 ده covered once فهينزل زي ما هو 5 minus 5 0 9 minus 5 4 12 minus 5 7 ده بقى ايه يا شباب ده covered twice ده ايه اللي هيحصل له ده هيزيد عليه ال 5 يبقى 0 plus 5 5 بعد كده الباقي هينزل زي ما هو لانه covered once طيب وبعدين يا شباب هنعمل ايه هنحاول نعمل covering لكل الزيروز اللي عندي with the minimum number of lines باقل عدد من الخطوط اشوف اكتر رو او كولم في زيروز هنا عندي 3 زيروز هنا عندي 3 زيروز هنا 1 1 هنا 1 2 2 3 يبقى اكتر رو او كولم في زيروز A هنا عندي 3 زيروز B عندي 3 زيروز دامي 3 زيروز اختار اي واحد فيهم ابتدي باي واحد ما حدش يقول لي اشمعنى اي واحد مش تفرق ف
فانا هبتدي بال 3 زيروز اللي هم موجودين في A. فين اكتر رو كولم فاضل فيه زيروز؟ هنا عندي 3، هنا عندي 3، هبتدي باي واحد فيهم، هشيل الثلاثه دول بلاين ثاني. وبعدين عندي كام زيرو فاضل في 2 زيروز دول؟ نمبر 2 هنا 1 زيرو، هنا 3 1 زيرو، وبي 2 زيروز، يبقى هشيله ببي، يبقى بي بفيرتيكال لاين. عندي كام لاين يا شباب؟ 3 لاينز. وعندي كام جوب؟ 4. 3 not equal to 4 not optimal. تاني هعمل ايه؟ هعيد نادي نفس الكلام، اللي smallest uncovered number، اقل رقم مش مكتوب عليه 4. جميل، اي واحدة طبعا ما حد يقول لي دي ولا دي. وبعدين هقسمهم 3 groups uncovered، انا اقسم انه 4 covered once keep it as it is، covered twice هزود عليه 4. طيب هعمل التابل جديد، covered once هينزل زي ما هو، covered once هينزل زي ما هو، انا اقسم انه 4 بقى 1، انا اقسم انه 4 بقى 5، covered once هينزل زي ما هو، ده covered once هينزل زي ما هو، ده uncovered يبقى هنقص منه 4، ده uncovered هنقص منه 4، ده covered once هينزل زي ما هو، ده covered once هينزل زي ما هو، ده uncovered هنقص منه 4، uncovered هنقص منه 4، covered twice هزود عليه 4 يبقى 5 plus 4 9، covered twice هزود عليه 4 يبقى 0 plus 4 4، covered once covered once. جميل، وبعدين check for the optimality. خلاص احنا بدأنا نحفظه، بس الموضوع يعني سهل، والله سهل، بس هو يمكن بياخد وقت مش اكتر. طيب بدأنا نشوف اكتر row column في zeros optimality test. هنا 1 3 3 2 3 2 3 1. يبقى انا A عندي 3 zeros، C 3 zeros، 2 3 zeros، 3 zeros. اي واحد فيهم الاول مش تفرق ما دام كلهم زي بعض. ده بعدين اكتر column في zeros او row، هنا عندي